إذا نعود معكم لمتابعة عالم الصباح. ما تنسوا تتواصلوا معي عبر السوشيال ميديا فيسبوك عالم الصباح، بتفضلوا شخصية توم أو شخصية جيري، ومن طفولتكم شو الكرتونز يلي بتتذكرون شو هني، لأنه بالفعل كل شخصية بتدل على نمط معين. وقع الجدل من يومين وكان الريسيرش لكل العالم، وهالقد هالقد استنتجت أنه بتحبوه، ولكن ده يعني على الماسنجر الخاص لإلي، على الانستا الخاص، على انستا وفيسبوك، على فيسبوك عالم الصباح، عند كندا على السوشيال ميديا، كل العالم تقريبا كتار بعثوا لنا شو تعني اسم كندا. شو بيعني اسم كندا؟ رح نعرف اول حلقه قبل ما نبلش نحكي عن كاكتوس ارض وورد. كندا صباح الخير. صباح الخير. بحب السسبنس. ايه واضح عايشتينا سسبنس لفتره طويله، بس دغري المشاهدين بلشوا، يعني انا عرفت جواب انت بس مشيتي من هون، انا عرفت بس ما عرفت قبل شفت بس ضليتني وفي قلت لي لك قلت لك انه ما رح اقولها وما ذكرناها وما قلناها نطرناكي لليوم. اول شيء توم او جيري؟ ما بعد هن اثنيناتهم مع بعض، هيدا الثنائي هو يلي حلو، يعني ما فيك تحب واحد لحال، وشخصيه كل واحد منهم اذا بتختلف. بس الواحد بيشبه كل واحد فينا في توم من غيره. ايه الاثنين سوا. انت اللي فيك الاثنين سوا؟ بتمزح؟ ايه انا بحب توم. طب ياكل الضرب دايما. كندا، بالنسبه لاسم كندا، اسم كندا هو اسم اتسيمز انه قديم من عصر الجاهليه، ولكن هالقد نادر يعني ما بنشوفه كثير متداول، مع انه بتحسي بس انه لفظ كلمه كندا بتحسي شيء كثير جديد. صح، هذا الحلو فيه يمكن. ما بعرف، بس اول شيء بدي اقول جوزيف بدي اتشكر كل الناس يلي بعثوا، كل يلي بعثوا شو معناتها كندا، يلي بعثوا اطراءات كمان وكلام حلو كثير. مثل ما قلت عن جد انا تفاجأت، ما يعني كميه الناس يلي بعثوا كثير فاجأتني، بدي اتشكرهم كلهم واحد واحد. واسم كندا هو اسم عربي اصيل. صحيح. اسم قديم مثل ما قلت من العصور الجاهليه، ومعناته هي مملكه، كانت مملكه موجوده بنجد بشبه الجزيره العربيه، وكانت مهمه لانه كانت صارت مملكه وسيطرت على هالمنطقه من شبه الجزيره، لانه كانت طريق للتجارة بشبه الجزيرة. وحتى اختصر بس كمان اهميتها هي انه كانت مملكة من الحضر بوقت يلي كانت، يعني عايشين فيها قبائل الحضر، بيقولوا هي قبيلة كمان، اسم القبيلة صار اسمها كندا يعني. مزبوط، مملكة لانه صارت كبيرة، بس ما كان في مملكة. صحيح. يعني يعني هني سيطروا على كل المنطقة وانت سيطرتي على قلوب المشاهدين والقلوب يا مدام كندا. بس لأقول اخر شغلة، امرؤ القيس هو من مملكة كندا لكل الأشخاص اللي بيحبوا يعرفوا، وأفرزت هالمملكة لأنه كانوا حضر عدد كبير من المفكرين، منا امرؤ القيس يلي هو أحدث شيء، وقبل منا الفيلسوف الكندي. نعم. مين بحب ينضم لمملكة كندا في بعثنا على فيسبوك عالم الصباح يا شبيبة؟ فادي أول واحد على الفادي. نحن وياكم اليوم رح نحكي عن الكاكتوس، هالنبتة السهلة الصعبة بنفس الوقت. صح. أنا بدي دغري أسأل سؤال، ما بلش بالمميزات، بس من تحت يهتري الكعب ويبقى الراس هيك نظر. أوكي. فينا نعمل شيء؟ فينا نعمل شيء، لأنه الكاكتوس مثل ما قلت من النباتات الصعبة الهينة بنفس الوقت. إذا كان اهترى الشرش أكيد بدنا نعرف إنه معناتها عم نكتر مي، في أيام بتكون مش عم بتسقي كتير بس بتكون عم بتخليها منقوعة بالمي، يعني نعم. بتكون أنت عم تسقي مرة كل عم بيضلون تحت. نعم. يلي بنعمله ببساطة كل الأشخاص وكتار يلي عندهم هيدي المشكلة هي إنه منقص الجذور يلي هي مهترية. الكاكتوس الجذور تبعولها ما كتير بينزلوا، يعني ما كتير، أول شيء منهم كتار، وتاني شيء ما كتير بينزلوا بالعمق، أكتر بيفوشوا محل ما بكون في مي، بتسحب المي دغري بس حتى نسقيها، وبتعمل هي الخزان تبعها، بتعمل هي الريزيرف تبعها جوات الوراق أو جوات هالخضار يلي عم نشوفه. بالتالي إذا كان اهترى الشرش يلي فينا نعمله هو إنه ينقص الشرش المهتري يلي كان منقوع بالمي، وهيك بهالطريقة منخفف من إنه تكتر الفطريات بهالشرش، وعم نفسح مجال لأنه جذور جديدة ترجع
رجعت لنا. يعني كمان من الانواع هي الصبير يلي بناكلهم، يعني فاكهه الصبير اللي كثير طيبه واستبهوا يعني هلا موسمها. ايه هلا موسمها، فيها بذر كثير، وممكن اللي عنده مشكله اكتام يعني تاثر عليه انتبهوا. بس انا كنت قصدي الجزع الاخضر. ايه اذا وصل للهريان ممكن ترجع نقدر نعالج النبته ونخلصها. هلا هون بيصير اصعب. نعم بيصير اصعب. الراس ما بينزرع. الراس بينزرع يلي اليوم انا عندي هو مجموعه من الكاكتوس اللي بنشوفهم بالمشاتل، واللي هي هلا اذا بدك الشكل الجديد او النيو ترند من الكاكتوس، يلي عباره عن تطعيم اذا فينا نسميه، او يعني تهجين. مش تهجين، تطعيم. نعم. لانه عندي نوعين من الكاكتوس يلي بتعرف قديش هين انه واحد يزرع هالنبته. بتقدر انك تحط يعني اذا بتقص الكاكتوس، هيدي نوع من الكاكتوس يلي هي مقصوصه، وبينحط فوقها نوع جديد تاني بينمى عليها، وهيدول عندي على كل جزء رح نسميه، بس هي نوع كاكتوس مختلف، نوع تاني من فوق بألوان مختلفة. هالألوان يلي عم نشوفها هي ألوان في البعض منها طبيعي، وفي البعض منها مشغول عليها بالتهجين وب يعني كتير تقنيات زراعية لحتى تعطيني الألوان يلي عم نشوفها. علما بأنه مملكة الكاكتوس مملكة كتير كبيرة، في أشكال وألوان فظيعة، شو حلوة وشو بتختلف من ألوان الورق. ألوان الورق يعني يلي عم نشوفه هون الأخضر، ألوان الشوك يلي موجود فيها بيقدر يكون لون الأبيض، لون الأحمر، لون الأزرق حتى، وألوان الأزهار. نحن دايما بالنسبة لأن الكاكتوس هو هالشوك، يعني بس واحد يقول كاكتوس يعني انتبهوا بتشويك بتأذي. الألوان الأزهار يلي بتعطيها كمان من ألوان رائعة منها حلوة. أكبر دليل الصبير يلي بناكله، الفاكهة يلي بناكلها قبل ما تعطي ثمرة الصبير تعطيني أزهار صفراء كثير حلوة. على فكرة تحية لأهلي من زيارة، لأنه أنا كنت بزيارة سنة الماضية عند أصحابي وكان عندهم صبير لونه فوشيا. يعني أنا استغربت أول مرة كنت بشوفه، كأنا بعرف الصبير لونه أورانج، كان في صبير اللي بناكلها لونه فوشيا، بس أنا حبيت الأورانج أكثر. رح نشوفها أكثر هلا، لأنه دائما السوق بيطلب كل الأشياء الجديدة. نحن اللي موجود بمنطقتنا هو الأصفر يلي نحن بنعرفه، بس صرنا عم نشوف كمان الصبير ببعض المناطق اللي يمكن نشوفه أكثر كمان بالأيام الجاية، إذا السوق حس إنه يعني صار مطلوب هالنوع هيدا. كنا عم نقول انه نبتة سهلة صعبة بذات الوقت. اول شيء نعرف انه الكاكتوس او الصبير يلي موجود بالبيوت او يلي هي احجامها صغيرة مختلف عن الكاكتوس يلي منشوفه برا، بمعنى انه هالانواع هيدي، مش كل الكاكتوس مثل بعضه، عندك الاف من الانواع. هالانواع يلي منشوفها بتنزرع خصوصي للبيت هي منا بحاجة لشمس. هذا الفرق الاكبر بيناتهم، انه منا بحاجة لشمس كل الوقت، بينما الكاكتوس اللي بتنزرع برا هي معوده على الطقس الناشف، على الطقس المشمس كل الوقت. ما حتى بيعيشوا بالصحراء يعني، بيعيشوا بالصحراء، وهي اصول الكاكتوس جايتنا من منطقه المكسيك اكثر شيء، اللي معروفه بالجفاف والحراره المرتفعه كمان يلي موجوده فيها. فإذا الكاكتوس الداخلي لا، هي انواع بتقدر انها تعيش ومعوده انها تعيش بالضوء أكيد، بس بدون ما يكون في عندي شمس مباشرة. معودة إنها تعيش بمحل مش ضروري يكون حرارة مرتفعة كتير، لأنه بقلب البيت ما في عندي حرارة مرتفعة، ما بقدر أنا أتحملها، ف يعني مش موجودة. بس كمان ما أنا معودة إنها تعيش بالبرد. نعم. يعني اعتبرها نبتة داخلية مثل كل هالنباتات اللي هي بتحب الضوء. فرق بس هي انه من النباتات يلي ما كتير بتحب المي او ما بتحب المي ابدا، مثل ما بلشنا حديثنا اول شيء. هلا نحن بفصل الصيف، اذا هون كتير بيلعب دور قديش حجم البو يلي مزروعه فيه، بس عم نحكي عن نبته مثل هيدي اوكي ببو كتير صغير. شوف قديش قدو التراب يلي مزروعه فيه كميه كتير كتير صغيره، بتقدر انها تضل اسبوعين بلا مي ما بيصير لها شيء. واللي بيكون وعادة مثل هون عندي مجموعه يعني صاروا اكبر. اذا كان بسقي يعني اذا كان هون في تراب، هلا هالشغله بدنا ننتبه لها، هون ما في عندي تراب، عندي رمل.
الرمل ما رح يمتص المي، رح تنزل المي كلها لتحت على الكعب، وبالتالي الافضل انه نسقي بكميات صغيرة على وتيرة يعني متقاربة أكثر. ساعتها بسقي كمية صغيرة كل أسبوع بيكون أفضل، لأنه البحث الصغير أو الرمل ما بيلقط المي، رح كله يرسب تحت. يعني هي بدها كباية مثلا الكعب، كباية إذا كان مرة، كباية صغيرة إذا مرة بالأسبوع بيكون كافي، بينما وقتها بتكون مزروعة بالتراب مثل اللي شايفينها هون بنقدر إنه كل أسبوعين نسقيها. بس طبعا مثل كل النباتات بليز بس تسقوا تأكدوا إنه شرب التراب مي، يعني صار من فوق مبلل المي، صار في مي من فوق على الوجه لحتى يعني تضاين الأسبوعين يلي عم نحكي عنها. هلأ الكاكتوس عادة من النباتات يلي كتار أشخاص بيقولوا إنه ما بتتغير، إنه هي الحلو فيها بتحطها هون بضل مثل ما هي، وضل الحجم صعب يكبر يعني. مع إنه أنا بعرف إنه في كاكتوس مظبوط كتير كبار. هلأ قديش بتعطيها مجال؟ نعم قديش بتعطيها وجه؟ أيه؟ تكبر. يعني اذا كان بتكبر البو تبعها، نحن دايما بنذكر بنقول انه اذا كان تزرع نبته ببو كبير بتصير تعمل شروش كتير وبتصير مشغوله كانك ملبسه ثياب اكبر منها. اوكي الكاكتوس نفس الشيء، اذا بتكبر لها البو تبعها بتصير بتنشط اكثر، اذا بتخلي لها البو تبعها صغير بس اهم شيء انه يعني ما يكونوا الشروش طالعين لبرا. بتشوف نبتة مثل هيدي ليك قديش الجذور كتير رفيعة على قد بيت على مهل. ايه؟ تنمى على مهل، اذا بتكبر لها البو تبعها رح تكبر بسرعة اكتر. نعم. وتبلش تعطي فرق بس حلو أكتر. تكبر حلو تكبر بقى انت شو بتحب. يعني اذا عجبك انها تكون هيك بو صغير ما بتكبر لها البو، ما بتعطيها كتير مغذيات. نعم. اذا بتعطيها مغذيات لانه هيدا التراب كتير صغير كمان قديش بده يكون فيه غذاء. شو بتفضل هي مغذيات؟ ايه؟ الحمض المغذيات اللي بنعطيها للكل، يعني النيتروجين اكثر شيء يلي هو بيعطي الخضار اكثر، بيخلي الشوت يكبر، يعني كل شيء نمو. بس تعطيني بنحطهم بالبيوت ما بدهم كتير شمس، مع انه هن ملونين وكل شيء زهره ملونه بحاجه لشمس. ايه هون عم نحكي عن مش زهره، انتبه جوزيف، هيدا ورقة. ايه يعني هي الجزع تبع الكاكتوس. الكاكتوس هيدا الاخضر هيدا بنسميه الجزع، هيدول الاحمر يلي عم نشوفهم الضلوع هيدول هن الجذوع او الاغصان تبعول الكاكتوس. والورق تبعولها اذا بدنا نحكي بالاناتومي تبع النبته هي هالشوك هيدا يلي عم نشوفه. من بعدها الكاكتوس يلي بتبقى كبيره وناضجه بتعطينا ازهار مثل ما ذكرنا بايام مختلفه. فنرجع بس هيك نلخص، اذا كان عندنا كاكتوس داخلي مثل هولي شمس قليل، ضو كتير حلو. نعم. شمس قليل اذا موجوده نسقي مره كل اسبوعين بس نسقي كتير منيح، واذا بدنا اياها تكبر بنغير لها البو بنحط لها مغذيات، بدنا نخليها هيك ما بنعمل شيء. ثانك يو لك كندا. انا بدي انصحكم انه اذا جبتوا صبير وفي شوك فيه ما تمسكوه بايدكم طبعا، وتفقوه يا بجريده او قبل فيكم تعملوه بمكنسه حتى يروح الوبر وتمسكوه بجريده، او فيكم تحطوه بالمي وتشيلوا المي عنه كمان بصير اسهل. دغري حطوه بالبراد بينتزع دغري. تفضلي. اذا حدا عم تحكي على الفواكه، على فواكه الصبيط. وبدي اقول لكم شيء نصيحه عالميه موجوده، انه بكل العالم بيعتبروا الكاكتوس بورت بونور بالبيت، يعني اذا احتفظتوا فيها بتجيب لكم السعد، هيك بيقولوا. مش غلط تجيبوا الكاكتوس، جربوا حظكم. بس بتعرف اذا كان حدا هدي تاني كاكتوس شو معناتها؟ يعني صداقه الى الابد. هيدي وحده. هيدي في كمان شيء تاني بيقول قد ما في شوك بهيدا الكاكتوس قد ما عم بتعذبني يا جوزيف. اي 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 يا مملكتي. مملكتي كندا. تنكر لك كندا طبعا دايما مواضيعك مهمه والقصص بنحكي عنها جديده. هاي كاكتوس لكلكم، بورت بونور لكم. بريكم نرجع.